السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. انخفض سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملاته بشكل طفيف، وتراجع سعر الجرام 3 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية. وكان سعر الذهب ارتفع في بداية تعاملات اليوم 7 جنيهات للجرام رغم تراجعه 3 جنيهات بحلول الساعة 5 عصرا، لا يزال الذهب مرتفع 4 جنيهات مقارنة بالأمس. وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: انخفض سعر الجرام الذهب عيار 14 إلى 665 جنيه، وهبط سعر الجرام الذهب من عيار 18 إلى 856 جنيه للجرام، وتراجع سعر الجرام الذهب عيار 21 ليسجل 999 جنيه للجرام، كذلك انخفض الذهب عيار 24 ليصل إلى مستوى 1142 جنيه للجرام. كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى مستوى 7792 جنيه. تختلف هذه الأسعار من تاجر لآخر. الأسعار اللي قلناها هي أسعار شراء الذهب من محلات الصاغة بدون المصنعية. وبالنسبة لسعر الذهب عالميا اليوم، فانخفض سعر الجرام الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 9% ليصل إلى مستوى 1840 دولار للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك، لو كانت دي أول مرة ياريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. حننشر لحضراتكم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في فترة منتصف اليوم وبعد الظهيرة. ومن أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 18 جنيه و70 قرش للشراء، 18 جنيه و81 قرش للبيع. هنقول لحضراتكم سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر النهاردة. في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية، سجل الدولار 18 جنيه 74 قرش للشراء، 18 جنيه 79 قرش للبيع. في بنك البركة والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وبنك الأهلي المتحد، سجل الدولار 18 جنيه و73 قرش للشراء، 18 جنيه و79 قرش للبيع. في بنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني، سجل الدولار 18 جنيه و72 قرش للشراء، 18 جنيه و79 قرش للبيع. في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سجل الدولار 18 جنيه 71 قرش للشراء، 18 جنيه و77 قرش للبيع. في المصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي، سجل الدولار 18 جنيه 71 قرش للشراء، 18 جنيه و79 قرش للبيع. في البنك المركزي المصري الدولار 18.70 للشراء، 18.81 للبيع. في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بنك بلوم، في بنك قناة السويس، في بنك المشرق، في بنك الكويت الوطني، في بنك التنمية الصناعية، في بنك أبو ظبي التجاري، في بنك الإمارات دبي الوطني، في المصرف العربي الدولي، وفي بنك HSBC، سجل الدولار 18 جنيه و69 قرش للشراء، 18 جنيه و79 قرش للبيع. في بنك أبو ظبي الأول، سجل الدولار 18 جنيه 63 قرش للشراء، 18 جنيه 73 قرش للبيع.